صح، كلنا لدينا الوقت يمتلئ قلبنا بالشك، يزداد الكبت داخلك ويدفعك للصراخ، لكن مع أول خطوة سوف يظهر الطريق وستجد نفسك تجري وتصير لتصل للفضاء. فلتفعل ما في وسعك حتى تعبر الاختبار، فلتفعل كل ما تستطيع، ونعرف ستفوز، فقط ابدأ الآن، يجب أن تفعل أفضل ما لديك. أحيانا تحتاج أن تستسلم عندما يكون الطريق فمسدود، لكن لو حاربت بكل قوتك سوف تعرف أنك لن تفضي، وسوف تنجح بنفسك. كلنا لدينا الوقت يمتلئ قلبنا بالشك، لكن مع بعض المجهود ستنجح بالتأكيد، ولا يجب أن أستسلم، سأنجح فيما أفعل حتى أتمكن أن أجري وأطير.